احيي اللجنه الموقره واحيي الحكومه على هذا القانون. وعايز اقول ان احنا في الصناعه يمكن على مدى ال 30 سنه اللي فاتت دي كنا بنطالب بالمطالب دي على مدى ال 30 سنه اللي فاتت. القصه النهارده هي مش ماهيش اعفاء، ده ال 5% اللي بندفعهم مقدما كنا بنستردهم بعد فتره. النهارده هو علق ده، ده معناه ايه؟ معناه تخفيف العبء التمويلي للصناعه، بدل ما ياخد فلوس ويخدرها من البنك يحطها، لا ده بيخفف عن العبء التمويلي، لكن ما شالهالوش. نفس القصه بالنسبه للمناطق الاقتصاديه ذات الطبيعه الخاصه. نفس الموضوع. هو عامله عامله المناطق الحره، لكن لما يجي يصدر بس، لكن لو دخل البضاعه للسوق المحلي الداخلي هيدفع عليها. ده تيسير وليس مجرد الغاء، مش كده يا معالي الوزير؟ عايز اقول بقى النهارده اطلاله السياحه اللي موجوده كلها مشكله، المشاكل فيها الطيران. ولما نخفف العبء عن الطيران استئجار او ايجار، ده برضه موضوع تاني بيخفف العبء على عمليه الايجار، وبيجيب الطيارات اللي تيجي الشارتر اللي ممكن تيجي تدفع عمليه السياحه اكتر. الفات او ضريبه القيمه المضافه اللي بيتكلم عنها معالي الوزير النهارده، ده احنا بنتكلم فيه بقى لنا دلوقتي اكتر من 30 سنه برضه. ده فكر جديد. فكر يجب انه يتسوق بره، وفكره هيتنظم، لان الموضوع ده هيعمل اعباء كبيره جدا في عمليه تنظيم الموضوع ده لكل الداخل والخارج ان ياخده ازاي. ده مش موضوع سهل، لكن لازم الحكومه النهارده عشان يبقى بنظره مشرفه، وده معمول في دبي ومعمول في اوروبا كلها ومعمول في كل الدول المتقدمه. اللي بيشتري حاجه بيستردي منها الضريبه في المطار او عن طريق كريدت كارد، واحنا كلنا عارفين الكلام ده. انا